بالصدفه البحتة دايما لما بقول لاي واحد صاحبي انا عايز اشتري حاجه بفتح فيسبوك الاقي فيسبوك عرض لي المنتج اللي انا كنت بتكلم عليه انا وصاحبي، وسبحان الله بعديها بمزاجي واقول ان الفيسبوك صعب جدا ان هو يكون بيتجسس على المستخدمين بتوعه، ودي حاجه انا متاكد ان فيسبوك بيتجسس على المستخدمين بتوعه والبيانات بتاع المستخدمين في خطر مع فيسبوك ومع الشركات التابعه لمارك زوكربيرج، سواء فيسبوك او سواء تطبيق زي انستجرام او حتى واتساب، البيانات بتاعتك في خطر كده كده مع السيد مارك زوكربيرج والخدمات اللي بيقدمها لك السيد مارك. دي حاجه انا عارفها وبتعامل معاها بمبدا اللي هو احنا عايشين كده كده في مصر، حريه معلومات مين اللي احنا هنقعد نهتم بيها؟ اهم حاجه ان التطبيقات دي شغاله، بنضيع فيها اليوم. المشكله بقى اول ما دخلت البيت النهارده بعد ما خلصت تمرين جاي خير النت مش شغال، نفصل ونفتح الراوتر مفيش. نفتح فيسبوك وواتساب مش ناطقين خالص، طب نفتح يوتيوب، يوتيوب فتح، يبقى كده المشكلة في فيسبوك وواتساب، فيسبوك وواتساب هما اللي عليهم العين وهما دلوقتي اللي قافلين، العيب مش في الراوتر يا حاجة، العيب في إن الموقع الخوادم بتاعته مش شغالة، إيه الخوادم دي يا ابني؟ طب الدومين بتاعه مش شغال، يعني أنا عرفت خوادم عشان أعرف الدومين، بص هو الموقع والسايت ما بيقراش على كل المتصفحات اللي أنت بتخش عليها ولا الموقع بيقرا من الرابط المباشر اللي هو برنامج فيسبوك نفسه، يعني في مشكلة من الخوادم نفسها. طيب في هاكرز، حد هاكرز كده دخل هاكر البرنامج؟ والله يا باشا هو رويترز قال لك ان في ولد صيني عنده 13 سنه دخل هاكر المنصات. فيسبوك والشركه ردت قالت لا يا جماعه الموضوع صعب جدا ان هو يكون بالسهوله اللي انتوا بتتكلموا عليها دي، الموضوع ان احنا عندنا مشاكل في الخوادم بنحاول نصلحها لا اكثر ولا اقل. وفي ناس تانية طلعت قالت لك لا في شركات بتحارب مارك زوكربيرج، وفي مارك زوكربيرج معروف عنه ان هو لما في شركه كبيره بتقع قدامه بينفخ امها، فمارك زوكربيرج في عليه اتحاد دلوقتي من مجموعه شركات هو كان دايس عليها قبل كده علشان خاطر وقعوه، وفعلا التوقف اللي دام ساعتين ده خسر الشركة كتير وخسر الشركة أسهم كتيرة جدا، وخلانا نطلع نتكلم في حاجة النهاردة وإن النهاردة مفيش ماتشات، بس بصراحة الموضوع بتاع الأكشن اللي حصل في فيسبوك وتويتر وواتساب لأن كل الناس دلوقتي قاعدة على تويتر هناك، أهلا بالجميع حرفيا، دي أول رسالة تويتر قدمها لكل الناس بعد تعطل منصة فيسبوك، وبسم الله ما شاء الله الناس كلها حاليا كلها قاعدة على تويتر مستنية في البيت لحد ما نلاقي الشباك بتاع المنزل الحقيقي فتح علشان خاطر ننط ونرجع لفيسبوك ونقول له عم مارك اتجسس علينا زي ما أنت عايز، اسرق بيانات زي ما انت عايز، بس نبوس ايدك افضل مستمر ومكمل بالبرنامج وبلاش تفصل عننا ساعتين، انت فصلت عننا ساعتين قعدنا نشك في نفسنا يا اسطى، المهم ان انت دول شغال بيانات نسرقها، مديره محتوى كانت بتقول ان هي هتفضح الموقع، تفضح ايه ما احنا كده كده كلنا عارفين ان هو بيسرق البيانات بتاعتنا، بنتعامل معاها بكل هدوء كده وكل تقبل. ولحد هنا عزيزي نكون خلصنا كل حاجه في موضوع فيسبوك والواتساب، وفي كلام كتير جدا ان الموضوع دلوقتي بدا يوصل لرويترز، ورويترز بتقول لك ان الموضوع بالنسبه للبنتاجون، البنتاجون بيتكلم دلوقتي ان الموضوع بتاع ان فيسبوك ويوتيوب فيسبوك وواتساب اسف ان هم متعرضين لاختراقات، لا الحاجات دي صعبه والحاجات دي هنقفلها تماما علشان خاطر موضوع الواد الصيني ده ما يطلعش في الاجواء واي حد ما يقعدش يهبط في اي حاجه، ما فيش اي حد صيني يقدر يقفل لنا فيسبوك او واتساب او انستجرام، احنا رحنا حارب الصين علشان خاطر اللي انتوا بتتكلموا ده عليه ما ينفعش ابدا عندنا، حوار كبير قوي صح، مع ان فيسبوك وواتساب وانستجرام دول بتقول عليهم حاجات هايفه، بس سبحان الله شوف بسبب الهايفه دي ممكن تحصل ايه.